محمد رياض العمل الكبير، مش خايف من بيسموها الهاي اكسبكتيشنز او ان الواحد يبقى عنده توقعات كتيره، فالناس دايما اي حاجه زي اللي انتوا بتعملوها دي الناس بتبقى بتشتغل وهي قلقانه، عارفه انها بتعمل حاجه كويسه بس بتبقى قلقانه. لا مش خايف خالص، انا جريء بشكل عام في 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 معظم الادوار اللي بعملها، في معظم قراراتك في الحياه وفي في حياتي برضو. بس مدروسه يعني، مش يعني لا بهتم جدا جدا بالعمل يعني. هي. انا فعلا من اول ما اخذت الورق وقريته وانا قعدت مع الاستاذ حسني في البروفات كلها، قعدت مع كنت بسرق شاذلي كل يوم عشان نقعد مع بعض، عايزه اسمع منه كتير لان هو اللكنه عنده مهمه جدا وخاصه فكنت بقعد اسمع، فانا مطمن من كده، عشان كده مش خايف انه في عوامل النجاح في هذا العمل الحمد لله متحققه بشكل كبير جدا. طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو قبل كل شيء، يعني ممكن كل ده يبقى تمام وربنا مش موافق. طب مش خايف من عنصر ملوش علاقه بالعنصر البشري، مثلا جو الاساطير ده يمكن يبقى محتاج سبيشال ايفكتس؟ انا ممكن تسمحوا لي اقول حاجه؟ اتفضل. انا مش شايف انه جو اساطير، انا مش شايف في اساطير في الاساطير ابسط من كده، بمعنى انه يعني حاجات مش موجوده في خيال مؤلف. تمام، لكن ما هواش بندعو لخرافات، ده مسلسل يتميز بالجو الجنوبي الصعيد الجنوبي بعاداته بتقاليده بطقوسه باغانيه بالفلكلور بتاعه. أيوة بس الحدوته لا تحدث، يعني الحكايه اللي بيحكيها المسلسل دي بتتقال في الحواديت. هي دي حدثت ولا ما حدثتش؟ عشان اعرف الكلام، عشان اعرف الكلام بعد كل ده. في واحده بتدربنا هكشف عن السر ولا بدل اول مره كلها خيال، وحقيقي ما كنتش ناوي اقوله حتى بعد عرض المسلسل. ايه بقى؟ احد شخوص المسلسل الشاذلي فرح، صح؟ فهي حدوته حقيقيه. طيب ما انا هو قال لي كده على القهوه، قال لي الكلام ده، نابعه من الاسطوره بالفعل، والاسطوره في الشكل وليس المضمون. وإن يعني استغلال الاساطير والحواديت بتاعتها وحكايتها في انها هي الموروث الحقيقي الحالي الموجود، موروث يعني مكان موجود فيه لدرجه ان لا تصدق ان ده يحدث ولكن يحدث بالفعل. حنان مطوعه، مش ثقتي بس ثقه كل الناس اللي بتتفرج على التلفزيون كبيره جدا في ادوارك وفي ادائك وفي اختياراتك. مش عايزه اخوفك بس انت عارفه قد ايه ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا بقينا نتفرج على حنان واحنا مسلمين. نهار ابيض. انما دورك هنا مختلف طبعا، يعني طبعا. مختلف لانه حتى في ادوات جديده، يعني احكي لي بقى عن استعدادك. هو انا مبدئيا بترعب طول الوقت، طول الوقت عايزه ادوار مختلفه وجديده وجريئه ومتحديه، وانا عايزه فرص ومش عارف، اول ما تجيلي يغمى عليا على طول، ما عنديش تفاهم. بس لا انا يعني رحيل كان فوق يعني ما ينفعش يترفض، بس هي مسؤوليه كبيره جدا ودور متنوع واصيل ومختلف وعندها كذا وجه، يعني اوجه كتير. ربنا يقدرني وبقى قد التجربه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ياسمين، المسلسل ايه، رعب ولا فرصه؟ يعني الاثنين الاثنين، ولازم علشان اعدي مرحله ان هي بعد كده ما اقولش انها تبقى فرصه، بقى لازم اعدي الرعب ده. اكثر حاجه مرعوبه منها اللهجه ولا الممثلين المخضرمين اللي معاكي ولا كله طبعا. انا حتى سالت استاذ حسني، انا حضرتك شايفني في الموضوع ده ليه، يعني ليه شايفني سعيديه؟ فقال لي لا انا شايفك بطريقه معينه وما تخافيش ما تقلقيش. طيب انا نسيت وانا بتكلم عن حماسي لمسلسل لسه بيتم العمل عليه او بيبدا تصويره، بخلاف الممثلين والمخرج والاداء والاكتمال في الورق، انه ده انتاج مشترك لاثنين من الشركات الكبرى الانتاجيه، سينرجي والجبري، وده كمان حاجه مهمه جدا تضيف وتخلينا متحمسين اكتر للمسلسل ده. هنختم بايه؟ اكيد التتر هينزل، ياسمين علي بتغني واحنا قاعدين مبسوطين. يعني ده اكيد، ما يعني ما فيهاش كلام. ثانك يو بقى.
انتوا اكثر احترافيه بقى، تقعدوا كده وتحطوا رجل على رجل وتقولوا عايزين تسمعوا ايه؟ والله انا اقول الاستاذ يقول عليه انه يستاهل، انه عامل عمل مهم جدا وكاتب حاجه كلنا فخورين جدا احنا بنشتغل فيها يا استاذ بجد. أوه والله العظيم ده اهداء عظيم. اه والله ماشي. تحب تسمع ايه يا استاذ شاذ؟ احب اسمع انت عمري. الله الله انت عمري. ابو وهاب انت متفق مع ياسمين ولا دي اللي جت في على دماغك؟ لا يعني انا عاوز ابعتها رساله يعني الله الله لمين؟ الله تبعتها رساله لمين؟ للعشاق يعني. يا هنعديها دي كده عشان محمد رياض انت الطلعه دي بتاعتك. اتفضل. لا بلاش. يلا انت عمري. انت عمري طبعا. ولتكن لمن تكون، هي اغنيه حلوه وكل واحد بقى ياخد الرساله اللي هو عايزها. يلا. رجعوني في الاستوديو، كل النجوم اللي من العيار الصغير اللي معايا في الاستوديو، بشكر اللي جمعهم في عمل ملحمي ان شاء الله يكون قريبا على الشاشه، بشكر اللي بيتابعنا جوه الاستوديو وبره الاستوديو، بشكر الروح الحلوه اللي اتنقلت لنا هنا في الاستوديو، واللي بتخلينا متاكدين انه ان شاء الله العمل اللي احنا منتظرينه هيكون على اعلى مستوى وابهى صوره. ياسمين علي، محمود عبد المغني، مدحت فيخا الشاذلي، فرح المخرج الكبير نسمي صالح، النجم الكبير محمد رياض، النجمه الكبيره حنان مشاوي. تليفونك